يعني اعتقد ان رشا عندنا فيها حصه حاليا معقوله، هتنمو يعني نصيبنا من السياحه الروسيه هينمو مع نمو السائح الروسي عموما، لان اعتقد ان الحصه السوقيه دلوقتي منطقيه. انديام حصتنا السوقيه ما زالت اقل من المتوقع واقل من الممكن، وبالتاكيد بتطلع الى يعني ان عام 2024 يكون السنه اللي قدرت انسق فيها مع الشركات الهنديه، انها لان في طلب كبير جدا على منتج السياحه المصري في الهند فعلا، حضرتك معك حق، واعتقد ان لازم الشركات السياحه المصريه تبتدي تفتح افاق للتعاون مع نظرائهم من الشركات الهنديه، ويستفيدوا من البرامج سواء المصريه الشركات المصريه او الهنديه، يستفيدوا من البرامج اللي قلت لحضرتك موجوده للجميع يقدر يستفيد منها، وهكذا يعني عشان ما اطولش على حضرتك. لكن بالتاكيد ان الوضع مختلف دوله من دوله. طبعا الصين كانت اكبر دوله مصدره للسياحه في العالم في 2019، ويعني في هذه في السنه اللي الصين صدرت فيها 150 مليون سائح للعالم، مصر استقبلت ربع مليون سنة فقط. طبعا ده بيوضح قد ايه، وفي حين ان يعني كل الدراسات التسويقيه اللي كانت الوزاره عاملاها حتى قبل ما انا امسك الوزاره، كان زميلي السابق كان عامل دراسه تسويقيه على اعلى مستوى الحقيقه، والدراسه بتوضح قد ايه ان في بوتنشال كبير للمنتج المصري في السوق الصيني. وطبعا التحدي الاكبر هنا هيكون في عدد مقاعد الطيران المباشر ما بين البلدين، فهنحل دي الاول وبعدين بعد كده نبتدي نتعامل معاه. لكن اول حركه على حاجه، يعني الصين في ال 40 يوم الاولانيين من السنه دي في الدول العشر الاوائل لتصدير السياحه الى مصر في عام 2023 كانت اظن ترتيبها 17 كانت حاجه، يعني مش متاكد بس كان هتبقى يعني كان ترتيبها قبل كده. ففي الحقيقه السوق التصدير